بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة، نكمل ما تبقى من محاضرة الألوان. طيب، كيف بتم اختيار الألوان من خلال دائرة الألوان؟ كل اللي شفناها قبل هذا اسمها دائرة الألوان. ممكن أنا أختار اللون ومقابله، يعني هاي الأخضر ممكن أختار اللون الأحمر. الآن سيبونا من الباردة والساخنة، احنا حكينا شو تصنيفاتهم، ولكن أنا لو بدي أختار ألوان في التصميم ممكن أختار هذا اللون وهذا اللون. طيب، ممكن أختار ثلاث ألوان من الدائرة. هذه الدائرة بتلاقيها في البرامج، ممكن تلاقيها في كل برامج التصميم، حتلاقي هذه الدائرة. ممكن أختار ثلاث ألوان اللي جنب بعض، الأصفر مخضر شوية أخضر، ففي عندي تدرجات بتصير. ممكن أختار بشكل مثلث زي ما أنتم شايفين، يعني هاي اللون الأخضر مع البنفسجي عندي هان البرتقالي. هذه الألوان لو جمعناهم مع بعض بصير عندي شكل جميل. لو اخترناهم من ناحية النصوص، الصور، التصميم، الخلفية، أوحد هذه الألوان في تصميمي بيكون شيء جميل جدا. طبعا إحنا هذه الدائرة ممكن أستفيد منها من زي ما حكينا لكم من المواقع، ممكن تأخذ من المواقع، ممكن من داخل البرنامج تعتمد هذه الأشكال. ممكن أخذ من خلال شكل مربع أو شكل مستطيل زي ما احنا شايفين، هنا أغمق شوية وهان فاتح، هان برتقالي مع قريب من الصفار، فهدول الأشكال تخيل الألوان حيعطوك شكل جمالي. وهي هان برضو بشكل مثلث ولكن بطريقة تانية. في حاجة اسمها دلالات الألوان، كل لون من هذه الألوان له يعني مدلول خاص فيه. يعني اللون الأصفر بدل على البهجة، بدل على السعادة، على المرح، التفاؤل، على الإبداع، على الفضول. اللون الأحمر بدل على القوة، على الإثارة، العاطفة، الحب، الطاقة، الخطر. الخطر يعني في أغلب اللوحات الإرشادية زي لوحات مثلا المرور أو لوحات المكتوب عليها دينجرس للخطر، فكلها هي أغلبيتها باللون الأحمر حتى بتلفت الانتباه، بتدل على القوة، حب المغامرة، هذا طبعا اللون الأحمر. اللون الأزرق بما أنه لون السماء فهو بدل على الثقة، على الأمان، على الاستقرار، على النجاح المهني، انتباه للعمل، الموثوقية، الهدوء. طبعا في عدة أشياء تانية ممكن تكون مش موجودة هان. المستشفيات بتختار اللون الأخضر أحيانا، اللون الأزرق، تمام، بتلاقيه لابس المريول الأخضر هذا الدكتور. ليش؟ بدل على البيئة، الهدوء، الراحة. يعني كل حاجة من هذه الألوان كل واحد فيهم له مدلولية خاصة، بدل على الصحة، على النمو. اللون الأبيض، يعني اللون الأبيض بدل على النقاء، الصفاء. طبعا أنت لما تدخل البيت اللي فيه كتير ألوان وفيه كتير خربطة وهذه الحيطة نصها هيك ونص التاني هيك، فيش تنسيق بينهم، فيش تناسق، حتى فيش كسر الألوان، فيش تباين بينهم، انت فعليا لما تروح على مطعم ممكن تلاقي الشكل الجمالي للألوان في الغالب بيجيبوا مهندسين وناس عندهم متخصصين في المجال اختيار الألوان واختيار الديكورات والإضاءة. طبعا كل هذا بيكمل بعض، ما يعطي لواحد تبع الدهان بشكل عشوائي أو يعمل لآخر موضة وهذه الموضة الطالعة. لا، اختار ألوان بشكل مهني. أنت حتى الآن عندك كمان شوية في نهاية المحاضرة هتتعلم تختار الألوان عن طريق الكمبيوتر، يعني تختار التدرجات اللي بدك إياها. اللون الأسود ممكن يدل على الفخامة، وفي البدل الرسمية للرجال مثلا أغلب الرؤساء والوزراء والشخصيات العامة والشخصيات الاعتبارية، يعني بيكون عندهم اللي هو اللبس الرسمي باللون الأسود، بدل على الأناقة، بدل على الجدية، بدل على الغموض. في له مدلولات كتيرة سواء كانت في اللبس ولا في الألوان في المكان أو في ألوان التصميم، في أي لون من الألوان اللي بنشوفها في الحياة. طيب، نحكي في الجزئية الأخيرة اللي هي الأنظمة اللونية. في عنا عدة أنظمة لونية موجودة على برامج التصميم أو بشكل عام تم تصنيفها، اللي هي أول حاجة البيتماب، وهي منستخدمهاش كتير أو ما بتعينينا كتير.
الجري سكيل، ال اي بي، ال اتش اس بي، ال ار جي بي والسي ام واي كي. هذه عبارة عن أنظمة لونية موجودة في برامج التصميم، احنا ممكن نختار اي نظام منهم ونشتغل عليه. ولكن في عنا نظامين هم اكتر حاجة شغالين عليهم، اللي هو ال ار جي بي والسي ام واي كي. يعني في داخل البرنامج لما تختار اللون حتلاقي عندك هي مثلا ال اتش اس بي، هدول الثلاثة موجودين مع بعض، اتش اس بي وهنا في له رقم، ال ار جي بي هدول الثلاثة مع بعض، سي ام واي كي مع بعض، ال ال اي بي، تمام. الجري سكيل اول واحد، اللي هو المقصود فيه انه انا لما بدي اعمل تصميم بدي يكون بدي اطبعه مثلا باللون الاسود كله، ابيض واسود، فهو بيعطيني تدرج للون الابيض، الابيض الرمادي ما بينهم للون الاسود. كل التدرجات هذه ممكن انا استفيد منها من خلال تصميمي لما بدي اطبعهم، تمام. طبعا هو بيستخدم للطباعة. خلينا نشوف صورة هان ممكن توضح. الآن لو طبعت هذه الصورة حيبين عندي في المناطق هذه أو المناطق هذه باللون قريب على السواد، ولكن هذه المناطق لونها أبيض، تمام. فهو أنا مجرد ما أختار النظام اللي هو الجري سكيل هذا أختاره، فبيحول لي الصورة لأسود وأبيض. طيب الـ LAB احنا حكينا حنركز على اللونين اللي هم الار جي بي وسي ام واي كي، ولكن بدنا نفهم شو هي الانظمه الثانيه. ال اي بي اللي هي اللايتنس والالفا والبيتا، هو هيك اختصار للثلاث حروف هذول، اختصار للثلاث كلمات، اللايتنس اللي هي الاضاءه والالفا والبيتا، تمام. الاضاءه المقصود فيها من صفر، عندي الصفر بيجي اللون الاسود لحد 100، ملاحظين الاضاءه بتزيد بتصير 100%. الإضاءة إحنا لما نكون مزودين الإضاءة بتكون 100% عالية ولون أبيض، لكن مخففين الإضاءة بتيجي عندي صفر، تمام. الآن الألفا اللي هي المقصود فيها الأي، من اللون الأخضر للون الأحمر، هاي هنا بالزائد وهنا بالناقص. والبيتا من اللون الأصفر للون الأزرق، حنفرجيكم إياهم بتدريب عملي. باختصار هاي الأي بي اللي هو النظام الألوان. طيب ال اتش اس بي، هي عندنا اتش اس بي، تمام. ال اتش المقصود فيها اللي هي الصبغه الهيو. الان كل لون من الالوان الموجوده عندنا له صبغه معينه، هذا لون ازرق، هذا لون ازرق سماوي، هذا لون اسود قاتم، هذا لون احمر برتقالي الى اخره. التشبع اللي هي درجه اللون، يعني مثلا اللون الاسود ممكن اللون يكون كتير غامق، وممكن يكون أسود، هو بضل اسمه أسود ولكن إيش درجة تشبع تبعته أقل. طيب البرايتنس اللي هي المقصود فيها الإضاءة والبريق للون نفسه، أنت ممكن تلاقي اللون من هان غامق جدا ولكن هان عليه نسبة إضاءة، المقصود في الإضاءة اللي هي قديش نسبة اللون الأبيض فيه. تأكيد الكلام، الصبغة اللي حكينا عنها هي اللون الأساسي، التشبع هو قوة اللون، بيبدأ طبعا من الصفر اللون الرمادي حتى التشبع التام وهو خالي من الرمادي إطلاقا. البريق اللي هي نسبة الضوء في اللون اللي حكينا لكم إياها، يعني تقدر نقول عنها اللمعان. هذا نظام من الأنظمة اللونية الـ HSB. طبعا أنا هذه القيم أنا بقدر أغير فيها، يعني مثلا بدي صبغة اللون يكون 200، طيب التشبع بدي يكون خفيف. عندنا حنجربكم إياها بشكل عملي. نيجي للون اللي المهم جدا اللي حكيناه من الأنظمة اللونية اللي هي الـ RGB اللي مقصود فيها الريد اللون الأحمر والجرين والبلو. اللون الأحمر لو كان لحاله موجود، ملاحظين كل الصورة بالكامل، الفواكه ما بتكون الشكل لونها، ولكن كل الصورة بالكامل حطينا لون واحد عليها صارت اللي هي اللون أحمر. اللون أخضر نفس الحاجة، البلو الأزرق نفس الحاجة. لو دمجنا هدول الثلاث ألوان مع بعض، طبعا هذه الألوان إلها تدرج من 0 حتى 255، كل لون منهم، يعني مثلا اللون الأحمر بيبدأ من 0 حتى 255، واللون الأخضر من 0 حتى 255 وهكذا. طبعا هدول الألوان الرئيسية. طبعا إحنا في البرنامج أو في عدة برامج كلهيتها ممكن نلاقي عندنا هي الـ RGB، الـ HSB، الـ CMYK، الـ Grayscale اللي هي اللي حكينا لكم عنها. طيب نكمل. احنا لو بدنا نغير من الالوان من خلال الستريتور، هذا كمثال عشان افرجيكم انه هذه الانظمه موجوده في البرنامج اللي هي الار جي بي،
وهي سي ام واي كي من خلال فايل الدوكيمنت كلر مود. طيب هذه الار جي بي، هذه الالوان الثلاثه مدموجين كلهيتهم مع بعض فبيطلعوا لي الصوره بشكل جمالي، الريد والجرين والبلو مره ثانيه. مثلا هي اللون الازرق مع اللون الاخضر ايش بيجيني؟ هي لون بينهم. اللون الازرق مع اللون الاحمر هي في لون بينهم. الاخضر مع الاحمر بصير عندي اللون، هي لون ثاني بينهم. لو دمجنا الثلاث الوان هذول كلهيتهم بيعطيني اللون الابيض. تمام. طب نيجي للون الثاني او الانظمه الثانيه اللي هي الشغله الثانيه المهمه. حكينا اول حاجه الار جي بي مهم عندنا، بعد هيك السي ام واي كي. الار جي بي لانه احنا بنستخدمه في الغالب، او مش في الغالب، هو المستخدم سواء انا كنت بدي اعرض اعمالي على وسائل التواصل، بدي اعرض اعمالي على التلفزيونات، بدي اعرض اعمالي على الشاشات الديجيتال، يعني كل الامور الالكترونيه هذه لو بدي اعرض عليها الاعمال تبعتي بدي استخدم انظمه الار جي بي. ولكن لو انا بدي استخدم الـ يعني التصميم تبعي وبدي اطبعه سواء كان غلاف، مجله، بروشور، اي نوع من انواع التصاميم، فانا بدي استخدم السي ام واي كي اللي هي عباره عن سيان، لون السيان، ماجنتا، اليلو، هم ثلاث أنوان ألوان، ولكن لما يندمجوا بطلعوني اللي هو الكي بسموه البلاك اللي هو الأسود. تمام. السي أم واي كي، سيان، ماجنتا، يلو، بلاك. الكي يعني الكي اللي هو المقصود فيه بلاك زي ما احنا شايفين، هاي اللون الأسود، لون أصفر، ماجنتا، سيان. هدول الألوان النظام لو أنا بدي أجي أصمم مثلا اي انفوجرافيك او بدي اصمم اي صوره، بدي اعالج الصوره هذه واعمل لها طباعه، فبختار السي ام واي كي لانه الطابعات نفسها عندها النظام اللوني هذا. الطابعه يعني فيها الطابعه بحطوا عليها الاربع الوان هذول الاساسيات، وهي بتعمل عمليه دمج لهذه الالوان. هاي مره ثانيه لو احنا دمجنا بين لون ولون شوف ايش بيطلع لنا وهكذا. طبعا الار جي بي قوه وضوح الالوان تبعتها او استخدامها من ناحيه الالوان افضل واقوى في دمج الالوان. طيب انا في هذه الصوره عجبتني عباره عن انفوجرافيك، ولكن تنسيق الالوان يعني هيك ملفت انتباه وجميل. خلينا نشوفهم مع بعض هيك. يعني هي بتحكي عن التوب 10 موست لافد موفي بوستر، يعني أفضل أو أكثر 10 بوسترات الناس كانت معجبة فيهم خلال وسائل الإعلان خلال شهر. طبعا يعني هي هان اللون أو الرقم، وهان عندي صورة البوستر نفسه وقديش عدد المعجبين، وهي عندي هان لون تاني. تناسق اللون اللي هنا مع اللون الأصفر أو اللون البني او درجة اللون صراحة يعني كتير حلوة مع اللون الابيض مع البوستر نفسه. كشكل انا عجباني لون هذا، التناسق بينهم. مثلا هذا الرقم 2، هي رقم 3 البوستر. هذا كمعالجة صور يستخدم وليس كتصميم. تمام. يعني تم دمج عدة صور مع بعض واضافة حركات لهم من خلفية النصوص. يعني هذا رقم 3 اللي هو الجوكر مثلا، هي هذا الفيلم. بدنا نعمل تدريب عملي على البرنامج، بدنا نعرف لما ننشئ ملف كيف بيجينا، وبعد هيك نحكي عن الشانل وتغيير القيم. لو بدي اعمل انا ملف جديد هي عملت كنترول ان، بيجيني طبعا في البداية اللي هو الكلر مود شو نوع اللون، سي ام واي كي او ار جي بي. فانا بختار لو بدي اشتغل للطباعه بدي اعمل سي ام واي كي، لو بدي اشتغل للتصميم للسوشيال ميديا او اي مواقع تانية فبدي اختار الار جي بي. تمام. وهي عندي مثال تاني الفوتوشوب مثلا، لو انا بدي اعمل جديد ملف جديد فانا عندي فيه الار جي بي، وفي عندي حاجه بقيه الانظمه الالوان اللي حكينا عنهم، الار جي بي، الجري سكيل والسي ام واي كي. خلينا اجرب مثلا الجري سكيل اللي حكينا لكم عنها. لو احنا جبنا صوره مثلا، الصوره هنا ملاحظين ملونه، مجرد ما احطها على نظام اللون اللي انا استخدمته مكتب لها جري صارت اسود وابيض. لما اجي اطبعها بسهل علي كل شغل التصميم. هذا كنظام من انظمه الالوان. نيو
هي RGB. بدي اختار مثلا هنا 800 في 600. في الـ RGB في عندي الريزوليوشن قديش درجة الوضوح، في الغالب بيكون 72. لو احنا زودنا اكتر من هيك حيصير عندي اشكالية في موضوع حجم الملف حيكبر. يعني في الغالب الريزوليوشن بيكون عندي ممكن اكتر شوية او اقل، ولكن بالحدود هذه. ولكن لو اخترت CMYK ممكن اوصله انا ل 300 واكتر، لانه بدي درجة وضوح تبعت الصورة الريزوليوشن اكتر. تمام، فاحنا خلينا نجرب الـ RGB وهي اوكي، ونختار الصورة هذه ونحطها هان، حتجيني نفس الحاجة الوانها حتى يكتب لي هان RGB. طيب نختار مرة تانية الـ CMYK ونخليها مثلا 300 او خليها زي قبل 72. اوكي معلش انا بعدها مخطبته مش صح، اني هو بعملها نفس الحاجة 800 في 600، وهنا عم نحكيها CMYK. اوكي ونجي نختار الصورة، هاي عندي هان CMYK وهي عندي هان اللي هو الـ RGB. لاحظوا شو في فرق بين الالوان، قوة الالوان ووضوحها. اكيد هان اللون اغمق شوية وهان درجة التشبع فيه اغمق شوية وهان باهت نوعا ما. ركزوا معي، هنا CMYK. CMYK قلنا من عدة ألوان، اللي هي الصورة بشكل كامل. من خلال الفوتوشوب أنا بقدر أعرف الألوان، ألغي النظام اللون. حكينا بتكون من عدة ألوان، مثلا CMYK زي ما احنا شايفين بتكون عندنا من السيان والماجنتا واليالو والبلاك. تمام، الآن احنا لو بدنا نشيل لون مثلا منهم، هي احنا رفعنا السيان هيك تمام، وهي هيك رفعنا الماجنتا، ضل عندي ايش اليالو والبلاك، هي رفعنا اليالو ضل عندي بس اللون الاسود، ضفنا اليالو له بين اللون الاصفر، ضفنا الماجنتا بين عندي اللون تبع الماجنتا نفسه، وهان السيان فصارت عندي صورة متكاملة. هذه بالنسبة للسي ام واي كي. طيب نشوف هان الار جي بي اللي هم عبارة عن ثلاث الوان. الار جي بي زي ما احنا شايفين عندنا هاي الار جي بي الريد الجرين البلو. هاي عندي انا لو جيت شلت الريد اللون الاحمر من الصورة صار عندي بس الاخضر والبلو، الاخضر والازرق. لو شلت اللون الاخضر، هذا اللون الاخضر شايفينه كيف حينشال، الليمونة والبقدونس، حيصير عندي بس البلو اللي هو اللون الازرق ودرجاته، طبعا من درجاته ممكن اللون القاتم هذا زي ما انتم شايفين. تمام، الان هي بضيف الجرين الاخضر، هي بين معايا، بدي اضيف، بدي ارفع مثلا البلو، بديش احط اللون الازرق اطلاقا، ببين عندي بس الجرين، وهي مثلا الريد. الانظمه الالوان خلال البرنامج، هي عندي الاتش اس بي الريد جرين بلو والسي ام واي كي. طبعا الريد جرين بلو بيجي من صفر تدرجات، مثلا اللون الاحمر بتيجي من صفر لحتى 255. يعني الآن هي عندي صفر، هي أنا بدي أختار مثلا الريد لحاله، مجرد ما ضغطت على إيجان اللون الأحمر، لو اخترت أنا مثلا 50 هي صار عندي اللون الأحمر ولكن مش غامق كتير، لو اخترت 100 مثلا صار عندي أغمق شوية، لو اخترت مثلا 257 حيعطيني إشارة إنه ما بينفع، بس عندك لحد 255 وهي أعلى درجة في اللون اللي هو اللون الأحمر. طب نيجي مثلا للون الأخضر، لو أنا حطيت مثلا هان 50، طبعا أنا عشان أعرف أميز بينهم لازم هذا أخليه صفر عشان أقدر أميز بينهم، هاي هنا 50 صار عندي اللون الأخضر، لو هان 255 أخضر، يعني أعلى درجة من درجات اللون اللي هي 255. كل ما نزلنا أقل بتقل الصبغة وبتقل الشدة تبعت اللون، يعني خلينا نقول 150 مثلا بصير عندي هاي اللون زي ما انتم شايفين. خلينا نرجع صفر ونيجي هان للبلو اللي هو اللون الأزرق، نقول هان مثلا 140، شوف كيف بصير معايا اللون الأزرق، بدي أخليه مثلا 30 ملاحظين غامق لسه، بدي أخليه 255 واضح. طب لو حطيته هان 300 مش حيزبط معي، بس لحد 255. الآن إحنا لو حطيت صفر
الثلاث قيم هدول بيجيني ايش؟ اللون الاسود تلقائي. ولكن لو خليت هدول 255 255 شو بيجيني؟ اللون الابيض عكس الاسود. ملاحظين؟ لو كل هيتم اعلى درجه منهم، اعلى درجه في الريد، اعلى درجه في الجرين، اعلى درجه في البلو، 255 بيعطيني اللون الابيض. خلينا نحط 0 0 0 شو بيعطيني؟ اللون الاسود. هذا بالنسبه للريد جرين بلو. طيب بالنسبه للسي ام واي كي احنا حكينا هان 255 اعلى حاجه. طيب هان اعلى حاجه هان، لا خلينا نحط 255 شو بيجيني؟ بعطيني 100% بس. تمام، فانا خلينا احط السيان 100 بيجيني لون السيان. طب ارجع هدول صفر مثلا. في ارتباط ما بين ال سي ام واي كي والار جي بي، خلينا احط هان هذا مثلا كله هيتم صفر، وهان اخليه 100%. شو بصير عندي اللون؟ بيجيني لون السيان. طب اخليه صفر وبدي اجي احط على الماجنتا 100% بيجيني اللون المجن. طيب خليه صفر وداجي على اليلو 100% اجاني اللون الاصفر. طيب هنا صفر وهنا نحط على البلاك 100% فاجاني اللون الاسود، ولكن مش اسود غامق لانه اساسا هو مش قلنا مش لون رئيسي. الثلاث الوان الرئيسيه اللي هي سي ام واي، سي ام واي الكي اللي هو مكمل لهم الكي زي ما حكينا، فبالتالي مش حيعطيني لون غامق. لاحظين الفرق بينهم؟ هاي اللون الاسود ولكن مش غامق. خلينا نحط 50 مثلا، اعطينا لون رمادي. تمام، احنا حكينا انه بس اكتر حاجة بيعطينا 100% اللي هي السيان. طيب الان احنا لو عملنا حطينا من لون السيان مثلا 50 ومن لون الماجنتا 50 ومن هذا 50 ومن هذا 50، ايش بيعطيني اللون؟ هاي اللون ظهر معي. طيب من هذا بدي احطه 27 وهذا 32، شو ظهر معي؟ هاي اللون. طيب هذا الالوان كلها هيتها عبارة عن كود. ملاحظين الكود اللي هان؟ هذا الكود طبعا هان بصير في التدرج، بصير بوضح لي اللون هنا. لو غيرت اي لون من هذه الالوان تمام بغير لي هنا الكود تلقائيا. هذا الكود انا بقدر انسخه، بقدر ابعته لزميلي، بقدر انسخه، وبهمني اكتر واكتر عند المبرمجين. في الغالب المبرمجين بيستخدموا كلمات مفتاحية أو ببرمجه الكلام هذا، ما بحطوا الألوان، فبحطوا درجة اللون. مثلا يعمل لي زي ما فرجيتكم الذاكرين الموقع تبع الكورونا فيروس، اللي كيف بتطلع المؤشرات وكيف الألوان المتناسقة اللون الأحمر والأصفر وغيره. فعندي هان بس المبرمج ما بحطش اللون ولا بدخل البرنامج، بس بحط الكود تبع اللون. هاي مثلا لون البنك، هذا لو أجيت اللون البنك مثلا أو أي لون من لهان مثلا، هاي ايش بقول لي؟ الكوبيد كليب بورد. لو ضغطت على اي لون من هذه الالوان، مجرد ما اضغط عليه بيعمل لي نسخ، تم عباره عن تم نسخ الكود هذا واللون هذا. ملاحظين اللون اللي هان؟ خلينا اشوفه انا في البرنامج. هاي بدي احط الكود، هاي عم بعمل كنترول في، شوف ايش بيطلع لي. حيطلع لي نفس اللون اللي اخترته هان. بدي اختار هذا اللون الان، هي ضغط عليه ضغطه نسخ لي، او هي هذا اللون وعبارة عن ضغط ضغطة نسخ لي. ونيجي هان، عفوا معلش، اجي هنا على الكود واضغط هنا، حيجيني نفس اللون اللي هيو زي ما انتم شايفينه هنا. فممكن انا اختار تدرجات اللون من خلال الموقع واخذ الكود تبعه واضيفه وين زي ما حكينا لكم بالطريقة هذه. وبهيك احنا بنكون نهينا محاضرتنا اللي تكلمنا فيها عن عدة اشياء، اللي هي ما هي الالوان، وكيف احنا ممكن نختار الالوان، وشو دائرة ودلالات الالوان، الالوان الرئيسية، الالوان الفرعية، الالوان الباردة، الالوان الساخنة، وفي مواقع اللي بتساعدنا، وتعرفنا على انظمة الالوان وهي انظمة متعددة. وحكينا بدنا نركز على الار جي بي والسي ام واي كي، حكينا الار جي بي بنستخدمها في التصاميم وفي الشغلات اللي ممكن تنعرض على الديجيتال، والسي ام واي كي بنستخدمها في الطباعة. وحكينا كيف او شفنا تطبيق عملي كيف احنا ممكن نستفيد من هذه الالوان من خلال البرنامج نفسه، كيف ناخذ الكود، وحكينا طبعا عن مدلولات الالوان. ويعطيكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.